عن عقيل، كنا عم نحكي عن اللجان، اللجان اللي عادة بيكونوا مقسمين ومزبطين بيتفقوا عليهم بيرجعوا. يعني في شيء، اول شيء حجم الكتل بيتم الاتفاق عليها، وفي كمان انه المعيار الطائفي ما فينا نغيب عنه بهذا المحل، انه والله هذه الطائفه الكريمه اخذت هذه اللجنه، الطائفه الثانيه بتاخذ اللجنه. ليه؟ لانه هيدي الطائفه بتقدر تحط المشروع بالجرور وتسكر عليه. لا ما بدي اقول، بس مهمه هيك بدي شغله. رئيس اللجنه صارت كثير، رئيس اللجنه هو الدينامو تاع هذه اللجنه. يعني اذا رئيس اللجنه تباطأ شوي بعقد الاجتماعات وكذا بيقدر يأثر وبيقدر، بس عادة بيكونوا راضي عنهم الرئيس. من هون عم نشوف الكبير، الرئيس بري أو غير الرئيس بري بده يكون راضي، نحترم نتيجة الخريطة اللي أفرزتها المجلس. يعني ما في مشكل، عم بقول الرئيس بري حسب معلوماتي ما في لجنة مسميات باسم طائفة وما في لجنة مسميات باسم تكتل أو باسم كتلة، لكن الأمين العام لمجلس النواب مع عدد من النواب عم بتقوم باتصالات استمزاج آراء هذه الكتل، انه وين بتكونوا نوابكم وين بتكونوا باي لجنه. هذا امر مشروع، حتى التغييرين ما هم معترضين على هذا الامر، بس ولكن انا تقديري لا، في بعض المحلات رايحين على كبيش حقيقي. يعني اذا ضل اي لجنه يعني رايحين مثلاً على كبيش حقيقي، النواب التغييريين هذه المجموعه سميتهم انا بمقالي سرب ال13. نعم، سرب طائرات ال13. هودي ال13 اذا بكره محددوا هني وبدوا يفوتوا بمعركه بموضوع رئيس لجنه الاداره والعدل، بدهم اياها. نعم، هي اول شيء بدك انت برايك اول شيء بدك تختاري مين الاعضاء اللي بده يكونوا بهذه اللجنه. نعم، واعضاء هذه اللجنه هن اللي بينتخبوا الرئيس مش كل المجلس. صحيح. 128 حسب ما عرفت انه هن مصممين على هذا الموضوع، بدهم الاستاذ خلف يكون على راس هذه اللجنه. نعم، ولكن القوات اللبنانيه ستقاتل حتى النهاية لتثبيت هذا الموقع لابقاء الاستاذ جورج عدوان. نعم، ومن حقها تعمل هذا الشيء. بتقول لك انا كتلة عندي 20 نائب، وانا من حق يكون عندي كتلة لجنة رئيسية بهذا المحل. المشكل الاساسي كمان بلجنة المال. نعم، انه في الناس عم يعترضوا يضل مع الطيران الوطني الحر. لجنة المال نائب ابراهيم كنعان. نعم، مين بده لجنة المال؟ يمكن في حدا غير، ما بعرف. يعني في بكره كتار بيخطر، بس هن 13 كمان بدهم يعرفوا يتواضعوا شوي، ما بدي اقول باحلامهم، بخياراتهم محل ما بده يوصل. ما بتقدروا بكره اذا رحتوا انتم كبيش وعلى تصويت وما تجاوبوا معكم نواب اخرين، ما فيكم توصلوا 13. فمن هون اذا كانت مطبوخه بس على الطريقه القديمه يكون عنده لجنتين. مين؟ كل نائب لازم يكون موجود بلجنتين. كل نائب بحق له يكون رسميا بلجنتين، وبحق له يصوت بلجنتين. نعم، وبحق لاي كل نائب يحضر كل اللجان، بس ما بيصوت فيها. نعم، بس التركيز اكثر رح يكون على المال والاداره والعدل. كمان في شيء عند الحزب التقدم الاشتراكي عم يعمل جهده. نعم، يقدر ياخذ لجنه الصحه. هي عاتل عم بيجي سني على لجنه الصحه، مضطرين نحكي بهذا الموضوع. صح، انه ممكن يقدم الدكتور بلال عبد الله. في كمان لجنه الاشغال، كمان لجنه اساسيه. نعم، حسب معلومات الاستاذ فؤاد مخزومي كمان عم بيعمل جهده يكون يترأس هذه اللجنه. يعني حق مشروع بهذا المحل. بس بكره اذا بنفوت بكره فلتت الامور، ما بدي اقول تسوي الاتفاقات اللي بتصير التنين عشية الجلسة. نعم، ونروح على الثلاثة، ممكن نلاقي جلسة صاخبة. ما نترحم على جلسة الثلاثة الماضية. هل قدمت ممكن وقع؟ إيه، إذا فلتت الأمور ويلا يعني صاخبة يعني تخينقوا بين بعض. لا، هني بلش ستة وأكثر يلا انتخاب. نعم، انتخاب أوكي، من ضمن نعمل انتخاب، نعمل انتخابات ومن بسدوا ومصير نصوت. هيدي كانت صايرة قبل. لا، قبل على طول من 92 لليوم، إنه بصير في اتفاق رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس تعمل اجتماعات مع رؤساء الكتل. نعم، بيتفقوا انه هذه اللجنه لك وهذه اللجنه لي بهذا المحل. مشروع هذا ماني ضده انا بهذا المحل، بس كمان هلا ليش نحن عم نشوف سباق على هذه اللجان. وانا بعرف كثار من النواب بالدوره السابقه وما قبلها، في النواب كانوا ضيوف شرف بلجان، ضيوف شرف بيحضروا فقط وقت التصوير، بيجوا المصورين بالدقيقه الثانيه بفلوا، بروح بكذر، بروح بيعمل هواياته وبيترك. علما انه في رؤساء لجان اشتغلوا. ما فيك تقولي لي بكره سمير، جيبوا لي بكره نموذج سمير الجسر. انا مع نموذج ياسين جابر بكره باللجان، مع نموذج عناية عز الدين عم بعطي، وفي اخرين. قبل شوي عم بقول مثلا رئيس الصحه السابق عراجي كان من المع النواب بهذا المحل، من قد ما بيشتغل. في نواب ما بيشتغلوا، ان شاء الله هالمره نشوف نواب بيشتغلوا يكونوا على مستوى هالطموحات اللي ترك عليهم الشعب اللبناني. ككتل مين بدهم لجان؟ اي لجان بدهم؟ يعني مثلا كتله التغييرين او مثل ما سميتهم التغييرين عم بقولوا بدهم، حاطين عينهم على البيئه وعلى العدل. العدل بس. في حدا حكى بالتربيه كمان، ما بيقدروا ياخذوا ثلاث لجان يعني. بدهم لجان على التربيه. كريئة. القوات اللبنانيه متمسكه طبعا بالعدل. نعم. وشو كمان؟
العونيين متمسكين بالمال بالمال بيبقى عند الشيعة في الخارجية والاتصالات. بدون الخارجية والاتصالات مش بدون يعني اذا تبدلت حركة امل حزب الله اذا تبدلت ما في مشكل عندهم سنوية امل وحزب الله بس ولكن هودي عندهم هودي عندهم هني هودي تنشوف هلا في فعلا 13 هودي في امتحان تاني ما هودي من امتحان لامتحان عم بفوتوا تنشوف شو بيقدروا يعملوا اذا بس اذا ما قدروا يتعاونوا مع بعض نواب اخرين وقت التصويت ما بياخذوا ولا لجنة بفوتوا اعضاء بس يمكن ما يقدروا ياخذوا ولا لجنه هلا يمكن لجنه البيئه مدام يعني صليبه يعني لازم يعملوا بس مدام صليبه مع انا مع هذه السيده تستلم هذه هذه اللجنه لانه وحده من اهم السيدات والاساتذه بموضوع بلبنان وبالعالم يعني بلبنان لازم والعالم هيدا الموضوع شفنا لها محاضراتها وشفنا لها شغلها وانا بعرفها من يوم النهار كيف تعاونت والجوائز اللي اخذتها خلينا بكره نترجم هيدا الشيء نعم. نترجم هيدا الشيء نعم نأمل ولكن مثل ما حضرتك قلت وأيضا لاحقا سيتم هذا الموضوع إذا ما تعاونوا أو توافقوا مع طرف سياسي ما بيقدروا يوصلوا لا ما بيقدروا مع مين برأيك حسب معلوماتك عم يحاوروا أنا تقديري بكرة مثلا ست نجاة صليبة بتروح على لجنة البيئة شو بيمنع بكرة حدا كمان من حزب الله هيدا من حزب الله أو من القوات اللبنانية يصوتوا لها للدكتورة شو المشكل يعني بحكي انا بموضوع البيئه اذا بدهم يحكوا مهنيا على القليل نتفق بموضوع البيئه وبكره كمان بالصحه نختار الطبيب الاكفأ بهذا المحل كمان في مقرر اللجنه ما مقرر اللجنه بغياب رئيس اللجنه بيقدر يعمل اجتماع يعني وكذا نعم. بس اكيد القبضه بتضل عند رئيس اللجنه بهذا المحل 100% وكلهم لازم يرجعوا للرئيس بس ان شاء الله ان شاء الله مش ضروري يرجع الواحد لمصلحته مش ضروري يرجع للرئيس بري يرجع لمصلحته يعني بكون في موضوع بيئه في موضوع الزراعه في موضوع التغذيه بهذا المحل انه شو بكره بموضوع رغيف الخبز انه شو بكره لجنه الاقتصاد نحن جايين على استحقاقات شو بعمل بكره يعني برجع لاكس وزاد ولا برجع للمصلحه اللبنانيه لانه احنا بلد جوعان نعم. بكره هودي النواب بدهم يشتغلوا بدهم يتعبوا بدهم يضلوا على تواصل مع الوزارات ومع المؤسسات ومع مصرف لبنان لا نختم يعني هيدا يعني منا يعني اللجان منا نزهه صحيح منا نزهة وبرجع بقول لهم وبرجع بقول لهم لهدول النواب الجداد خليهم يراجعوا على القليل أوغيس باخوس كيف كان يشتغل يراجعوا نسيب لحود عم بعطي بس احنا كمان ملاحظه انه نائب مارك دو لاحظنا انه كان عم بيتابع وكان زار يعني مرجعيات للاقتصاد هلا عم بيتعلم ايه ما في مشكله برافو عليك كلنا بنتعلم ما في مشكله نحن صحفيين بنشوف الصحفيين اللي بلبنان وبالطب وبكل القطاعات خليهم يتعلموا بهذا المحل مش كل شيء ماضي سيء